السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله مشاهدي الأحبة. مع إنهاء البنك المركزي التعاملات التجارية المحلية بالدولار وحصرها بالدينار للسيطرة على الارتفاع وقطع الطريق أمام المستفيدين من فروق السعر الموازي، وضعت الجهات المعنية خطة متكاملة تثقيفية تحث المواطنين على التعامل بالعملة المحلية ورقابية أيضا من خلال الفرق الجوالة اللي أخذت تعهدات خطية من أصحاب المحال التجارية. هاي الإجراءات لحماية الفئة المستهدفة والمستضعفة وحفاظ على الهيبة، هيبة العملة الوطنية، وتثبيت موقع لها محليا. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، ف تواصل الإدارة الأمريكية حال التعدي على العراق، فكما يبدو أن توسع دائرة الاستقرار محليا أزعج واشنطن ولوحت بأوراق الضغط بعد تمديد حال الطوارئ في العراق لمدة عام آخر لأسباب غير اعتيادية كما تصرح الرئاسة الأمريكية، غير أن الكثير من الساسة العراقيين يرونها عقبات افتراضية وذرائع تمديد عمر بقاء قواتها. فكيف تكون حال الطوارئ في ذروة الاستقرار؟ هذا التساؤل راح نجيب عنه ضمن حصادنا لهذه الليلة، ونفتح هذه الملفات مع ضيوفنا الكرام. تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا المشاهد الأحبة بهذا الملف. أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ علاء الفهد الخبير الاقتصادي، حياك الله أستاذ علاء ضيفا كريما في الاستوديو، وكذلك في عبر سكايب ينضم معنا الأستاذ دريد العنزي الخبير الاقتصادي، حياكم الله ضيوفا كرام. أبدأ مع حضرتك أستاذ علاء، لما نتحدث عن إدخال القطاع الخاص بعد القطاع العام في الانضمام لحملة حظر الدولار، هل قتل من فرص ثنائية العملة وتعاظم السوق الموازي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وجه تحية لك سعد محمد ولضيفك الكريم ولكل مشاهدي قناة الأيام الكرام، حياكم. طبعا هذه الخطوة كنا ننتظرها منذ زمن طويل، أنه يكون هناك تعامل بالعملة الوطنية فقط بالتعاملات التجارية، لأن العملة هي تمثل سيادة البلد من جهة، وأيضا تعبر عن الاستقرار الاقتصادي والنقدي الذي يمثل السيادة الوطنية لكل بلدان العالم. في العراق كانت هناك فوضى في عملية التعامل والازدواجية بعملتين نتيجة اعتماد السوق المحلية بشكل كبير جدا على الاستيرادات من الخارج، وتمويل هذه الاستيرادات يتم عن طريق الدولار. بعد الحزم الإصلاحية اللي أطلقها البنك المركزي للحد من التعاملات الخارجية وتطبيق المنصة الإلكترونية، اليوم أصبح لزاما أنه تكون هناك سيادة للعملة الوطنية من جهة، وأن يكون هناك سعر
صرف سائد واحد باعتبار أن الدولار يستخدم للتعاملات الخارجية فقط لتمويل التجارة الخارجية، أما التعاملات الداخلية فتكون بالدينار العراقي، وهذا طبعا لأن الرواتب أغلبها أو كل الرواتب هي بالدينار العراقي، وهي تمثل سيادة وطنية من جهة، وأيضا تعبر عن حالة الاستقرار الاقتصادي. لاحظنا أنه في كل بلدان العالم المستقرة التي لديها تحاول أن تفرض هيمنة وسيطرة على عملتها المحلية، وتحدد من التعاملات بالعملات الأخرى أن يكون التعامل بشكل محدود. يعني في بعض البلدان عندما تريد أن تحصل على دولار هناك إجراءات وقيود مفروضة من المصارف بحكم السياسة المالية أنه والسياسة النقدية أنه يتم التعامل بشكل محدود وحذر، لأنها تعبر عن سيادة وطنية. في العراق وطوال السنوات السابقة من بعد 2003 لحد الآن لاحظنا أنه هناك عملتين في السوق، العملة المحلية وعملة الدولار، وهذا طبعا أثر بشكل مباشر أنه يكون هناك طلب وهناك سوق موازي. هذه الإشكالات اليوم البنك المركزي توصل إلى حلول، وهذه الحلول أن تكون هناك سيادة للعملة الوطنية دون أن تكون عملة أخرى موازية مع عملة الدينار العراقي. طيب أستاذ دريد، جزاة الله خير بحضرتك. ويتحدث الأستاذ علاء الفهد عن هذا السوق الموازي والرجوع إلى التعامل بالدينار العراقي. يعني طيب، هل حدت هذه الخطوات من المضاربة في السوق الموازي تحقيق تجار هذه السوق أرباح هائلة؟ هل راح يتوقف هذا الملف وبالتالي نشوف أنه هذه الفروقات ترجع إلى خزينة الدولة لربما تسهم بعض الشيء في الإنعاش؟ السلام عليكم، شكرا على الدعوة. حياكم الله. عملية مو عملية قرار، تعتبر قرار بمنع التداول بالدولار يجب أن يكون هناك تسهيلات في البنوك الموجودة بالعراق أو المصارف. تجار الجملة، يمكن تجار التجزئة المواطنين يعني يقدرون يتعاملون بالدينار العراقي وموضوعها قائمة ومو مشكلة، لكن تجار الجملة اللي يبيعله باليوم نص مليون، ثلاثة أرباع المليون أو مليون دولار، يعني هذا راح يحتاج إلى كمية من الدينار العراقي وحماية ونقل، وبعدين المصارف توقف الإيداع ساعة 12 أو واحدة. ينظر البنك المركزي إلى تأخير الإيداعات حتى ليس عملية نقل، وينظر البنك المركزي إلى عملية السحب حتى يسحب الصبح ويروح إلى المتاجر جملة صغيرة، التجار الحديد، السمنت، الخشب، الجميلة، الشورجة، هاي أسواق مليونية التعامل اليومي. ينظر البنك المركزي إلى ضرورة زيادة الطبع، احنا مو بس نصدر قرار وبتحول بعدين قمعي ويطلع سلبية إيجابية، الإيجابيات ما لها ماكو بس سلبية على المواطن وعلى حجم التبادل بالسوق العراقي، ويؤدي إلى يعني أي تاجر الآن يمتنع عن يتعامل بالدينار لأن عملية إيداعها يعني يريد بيكم يمشي وراء إذا دبيع لب 5-6 ملايين دولار، وأكو تجار على هذا المستوى وبالخصوص مع المحافظات. هذا إذا امتنع صارت شحة بالبضاعة. إذا يجب أن يرتبط هناك تسهيلات في الإيداع والسحب. أما الكريدت كارت والأوراق السحب والبصولات والصكوك يحتاج لها إلى تنظيم أكثر. يعني الصكوك اللي تعطى للمواطن إذا بيها باركود عصك يأخذ الصك بالدينار العراقي ويجي يقدمه، تليفوناتنا كلها بها قياس الباركود، إذا شوفه صحيح يتعامل، وإلا إحنا راح يصير عندنا شحة، وهذه موضوعة جدا مهمة. 75% من مبلغ العملة المطبوع ادخار سلبي البيوت مو بالمصارف. الآن البنك المركزي يوضع أمامه شحة الدينار العراقي، جرى التعامل. هاي العملية تجي مرحلية تدريجية مو مقطوعة، والمنو بينا ما يكيف أن يكون هناك تعامل بالدينار؟ أنا أول الناس وأشجع عليها، بس ضررها ما محسوب بهذه السرعة. كل دول العالم هسه أخذ دولار وين ما تروح صرفوا لك،
طيب من يطلعون المرضى احنا بدنا ننطق اللي سافر 2000 دولار، اللي يطلع مريض ياخذ دولار، اللي ليش في كل دول العالم تتعامل بهذا المبلغ وبهذا الدولار؟ كل دول العالم. طيب في هذه الاثناء لا تسمح لي استاذ دريد، خليني انتقل الى السيد اللواء خالد المحنى المتحدث باسم وزاره الداخليه. سياده اللواء حياك الله ضيفا كريما في حصاد الايام، تنضم معنا عبر الهاتف، نتحدث عن وزاره الداخليه، كيف ما هي المحاور اللي عملت عليها لدعم العمله المحليه وحظر التعامل بالدولار. اهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك والى ضيفك الكريم والى جمهورنا العزيز. هو الحقيقه نبذه بسيطه، يعني قبل فتره يتذكر المواطن كان هنالك خلل تسبب في فروقات وتاثير على الاسعار، رفع قيمه الاسعار ورفع قيمه العمله الدولار، بسبب هنالك كانت آلية جديدة اعتمدها البنك المركزي ورسم سياسة للاستيراد، ومع مرور الزمن بدأ التجار وأقصد كبار التجار بالتأقلم مع هذه السياسة. لذلك مع الاستقرار اللي حصل ومع يعني سهولة هذه الآلية بالنسبة إلى كبار التجار، وهكذا يكون البيع إلى تجار التجزئة بالدينار العراقي وكذلك المحلات اللي تبيع البضائع إلى المواطنين. لذلك اليوم ماكو مبرر على أن يتم تناول أو بيع البضائع بالدولار. اليوم الدولار اللي يحتاجه فقط المستورد، ولا داعي لأن يكون هنالك عملة ثانية ترافق العملة الوطنية. وبالتالي إذا نتكلم يعني واقع حال أغلب الناس اللي يسافرون ويشوفون فقط البلدان اللي تعاني ضرر اقتصادي كبير هي من تستعين بعملات نقدية غير العملة الوطنية. العملة الوطنية خلال الفترة الماضية يعني أثبتت أنها يعني فيها ثبات أكثر، وكثير من القطاعات بدأوا يعتمدون على الدينار العراقي. على سبيل المثال كثير من أصحاب المعارض بسبب الخسائر اللي تكبدوها جراء صعود ونزول الدولار قرروا البيع والشراء يكون بعملة الدينار. وهكذا اليوم احنا هنالك توجيه بضرورة أن يكون هنالك توعية وتثقيف قبل أن نباشر بحملات محاسبة الأشخاص اللي يتعاملون بالدولار، خلافا لتعليمات البنك المركزي. اليوم أجهزة الشرطة هي أجهزة تنفيذية وهي الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون، وهنالك جهات متخصصة بمراقبة الأسواق، مديرية مكافحة الجريمة المنظمة تقوم بحملات تسبق هذه الحملات توعية واسعة للمواطنين بضرورة أن يكون التعامل حصرا بالدينار العراقي، ويترك موضوع العملات الأخرى غير العراقية بالنسبة إلى التجار المطلوب منهم الاستيراد. طيب هنا نتحدث سيادة اللواء عن هذه الإجراءات، يعني رغم ما أنه حضرتك توضح أنه دور وزارة الداخلية هو دور إنفاذ القانون، ولكن لم تغفلوا حملات التوعية والتثقيف سواء للمواطن أو التجار بالإضافة إلى الإجراءات القانونية. نعم، هو الحقيقة أصل القانون هو ليس معاقبة الناس، يعني لم يوضع القانون من أجل الانقضاض على شريحة أو أفراد ومعاقبتهم، وإنما هي القوانين وضعت لأن يكون هنالك حماية للمواطنين، لأن يكون هنالك استقامة بقضية التجارة والاقتصاد وتنظيم للحياة. لذلك الأصل هو يعني العمل أو التنفيذ الطوعي، هو هذا المطلوب اليوم في الدول الديمقراطية، تركز على هذا الجانب، وإحنا في وزارة الداخلية نولي هذا الجانب اهتمام، على اعتبار اليوم التعاون مع المواطن مصدر مهم جدا لتحقيق الأهداف المرجوة. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا السيد اللواء خالد المحنى المتحدث باسم وزارة الداخلية، أثريت الحوار في هذا الملف. وأعود لحضرتك أستاذ علاء، نتحدث عن
جزء من إشكالية الدولار هي اللي كانت المصارف الخاصة. هنا راح تحدث كيف راح يكون تكييف المصارف مع هذه المهمة والتحول المفاجئ من الفوضى إلى الانضباط. يعني نشوف أنه حتما راح يكون هنالك إرباك يحدث في الساحة. يمكن كيف يمكن سحب هذه الصدمة؟ طبعا الخطوات اللي بدأ بها البنك المركزي الإصلاحية أنه كل تدخل ضمن المنصة بالأخص المصارف الأهلية وأيضا تجار التجزئة بحيث هيئ الأرضية بشكل مناسب وتدريجي لهكذا تعاملات. أيضا هناك خطوات أخرى قامت بها الحكومة باستيراد أجهزة البي أو أس لتقليل التعامل النقدي بحيث يكون أغلب التعاملات الإلكترونية خصوصا لتجار الجملة. هذا راح أيضا نحتاج إلى ثقافة مصرفية مثل ما ذكر ضيفك الكريم أنه تكون مصارف تعمل على مدار الساعة. اليوم إذا أريد نطبق نظام مصرفي صحيح أسوة بدول العالم، مصارف تعمل طوال النهار في مسألة السحب والإيداع، هذا ينطي مرونة للتجار من جهة، وأيضا يحقق نوع من الثقافة بشكل تدريجي. اليوم ليس من المعقول أنه يكون تعامل منفلت بشكل واجي أقطعه بشكل مفاجئ. يجب أن تكون هناك خطوات إجرائية، خطوات إصلاحية في البدء. يعني المواطن اليوم يعاني من مسألة، خصوصا التجار يعاني من مسألة الإيداع والسحب بالمصارف نتيجة البيروقراطية والتعاملات اللي موجودة أيضا وحجم العملة اللي ينقلها. لذلك يلجأ إلى مكاتب الصيرفة والتعامل بالدولار كجزء من عملية التسهيل بالتعاملات المصرفية. طبعا هذا يؤشر ضعف في الجهاز المصرفي اللي يعمل لساعات لغاية الساعة 12 يوقف السحب والإيداع، وبالتالي هناك تعاملات على مدار ساعات النهار. هذا طبعا يحتاج إلى إجراءات، يحتاج إلى إجراءات مكملة. دخلنا في الخطوات الأولى للإصلاح نحو الطريق الصحيح، لكن هذا يحتاج إلى توعية من جهة، يحتاج إيمان من قبل المتعاملين بأهمية العملة الوطنية والسيادة الوطنية. أيضا الجهاز المصرفي يكون مهيئ ويتنافس، الجهاز المصرفي الحكومي مع المصارف الخاصة يتنافس من أجل خدمة الزبائن بخدمة أفضل، تعاملات إلكترونية عبر الهاتف عبر تطبيقات الزين كاش وغيرها، بحيث هذا يسهل عملية التعامل، بحيث أنه فعلا تكون هناك خطوات وليس خطوة واحدة. نحتاج إلى خطوات، وهذه الخطوات أكيد هي صعبة في بدايتها، تطبيقها صعب. كانت الصعوبة بالدخول إلى المنصة الإلكترونية وفق توصيات البنك المركزي والبنك الفيدرالي الأمريكي للتعاملات الخارجية. اليوم الخطوة أخرى المكملة أن تكون هناك ثقافة للتعاملات الإلكترونية المصرفية بحيث يكون تقليل من حجم النقد، لأن اليوم إذا تعاملنا حسبنا الكتلة النقدية اللي موجودة في داخل السوق بالدولار والكتلة النقدية بالدينار العراقي سنحتاج إلى مضاعفة حجم العملة الوطنية من أجل تغطية التعاملات. لكن إذا كانت هناك تعاملات إلكترونية أيضا الحث عليها بحيث تسحب البساط من الدولار بشكل تدريجي وتهيئ المواطن نفسيا وتغير ثقافته من أجل التوجه إلى الدينار، وهذا طبعا يحتاج إلى خطوات إصلاحية أكثر. طيب، استيراد هذه الأجهزة ودخولها، مجلس الوزراء اتخذ قرار بإعفائها من التعريفة الضريبية والجمركية بحيث سهولة استيرادها، سهولة التعامل بها، هذا طبعا سيسهل العملية ويقلل من التعامل على النقد. وطبعا الشيء بشيء يذكر أستاذ محمد، في بطولة خليجي 25 اللي استضافتها محافظة البصرة، كل الجمهور اللي إجا من الخليج تفاجأ أن العراق لا يزال يتعامل بالنقد ولا توجد هناك أجهزة للبي أو أس وتعاملات إلكترونية، لأن العالم سبقنا في هذا المجال وإحنا باقين على التعاملات النقدية. هذه فرصة للتحول وخطوة أولى، صح هي صعبة وتحتاج إلى إجراءات، لكن لدينا ثقة بالبنك المركزي وجهازنا المصرفي كي يقدم أفضل خدمات موجودة للمواطن. طيب، هذا التنظيم أستاذ دريد، يعني التنظيم الجديد في التعاملات المالية، هل من الممكن أن يؤدي إلى تحول التعامل بالدولار في الخفاء والغرف المظلمة؟ يعني مثل هيك قوانين تمس أصغر إنسان وأكبر إنسان وتمس الاقتصاد، صدرت ب 15/5 ترى التنفيذ راح يصير 17/6. نعم، ينطي مدة معينة. يا مواطن يا كريم، روح ودع الدولار اللي عندك. المواطنين في بعض الأحيان عندهم خزين، نعم،
فهسه الآن في حالة حراجة، يستخدمه بالسوق عليه إلقاء قبض، ما يستخدمه ما يعرف شنو المستقبل ماله. أعطي فترة زمنية، هاي الفترة الزمنية حتى أشجع المواطن، أنا ما أبيعها ب 1330، لا أقول لها هاي 1350، يعني أعطي نسبة ربح معينة بحيث يتجه لي وما يروح على السوق السوداء أو الموازية. سوق الموازية والسعر الدولار يستمر يرتفع طالما أكو هناك تجارة تجزئة مع دول الجوار، طالما ما أكو هناك احتياج في دول الجوار الثلاثة بالذات، سوريا تركيا إيران، هذا من الثلاث دول بحاجة للدولار، سوقنا ما منضبط، هاي وحدة، قوانيننا ما منضبطة، هذه عملية التجارة بالذات مع إيران، احنا هذه مو مفروضة علينا، احنا هاي دا نتعامل بها من 10 سنين 15 سنة، الآن تغير الموقف، هاي علاقة دولة بدولة، علاقة دولية، يجب أن تأسس هذه الحالة، خلي يتفقون مع الجارة إيران ويخلون اليورو، خلي اليورو بتبادل معانا. أمريكا ما تقول لا، أمريكا ما تقول لا إذا تتبادل مع إيران باليورو، أمريكا فرضت أن لا يتعاملوا مع إيران بالدولار، زين من يجي اليورو ليش تمنعه؟ شكد راح ينخفض التبادل بالسوق السوداء إلى حد 90%، لأن هاي العملية زائدا أنه أنا عندي استثمارات عراقيين بكثرة، عندهم استثمارات في تركيا، عندهم استثمارات في إيران، عندهم استثمارات في سوريا وفي لبنان، الدولار في هذه الدول رقم، أسهل مكان للحصول عليه هو بالعراق. أنت من تحدد هاي العملية على المواطن وعلى التاجر راح تنقلب مو بالسوق السوداء، لا بالسوق المظلمة، راح يصير اتفاقات كلها خارج الشوارع السوق. أنا ليش أوصلها لهالمرحلة؟ ليش أوصلها لهالمرحلة؟ تعال يا مصرف استوعب، يا بنك مركزي ضخ نقد، اسحب من المواطن بالتدريج، أعطي هاي عملية اقتصادية مو عملية بوليسية ولا عملية تطبيق قانون بليل وضحاها. أشجع المواطن على الفهم بموضوع أنه دينارك دينار، ترى إحنا دا نحكي على الدينار، بس إذا طبعنا دينار واحد كلفة الورق مال طبع الدينار هي أكثر من القوة الشرائية مالته. خلينا ننتبه أنفسنا، إحنا دا نفوت فوتات يعني غريبة البنك المركزي دي يتعاطاها وتصادق عليها وزارات. طيب هذه الغرابة اللي صدر عنها بالبنك المركزي، خلينا نناقشها من ناحية دولية إذا سمح لي أستاذ دريد. أستاذ علاء، يعني هل تترافق هاي الحملة مع مسارات أو وصول إلى نتائج مساعي عالمية لإنهاء الدولار، الذهاب نحو عملات أخرى أكثر استقرارا من الدولار؟ طبعا المجتمع الدولي يشجع انه البنوك المركزيه انه تضع سياده لعملتها الوطنيه، طبعا هذا وفق القانون، وتحدد التعاملات ايضا، هذه امور قانونيه تعبر عن قوه الاقتصاد من جهه. على سبيل المثال في الصين بصعوبه انه تحصل على الدولار كل التعامل بالعمله المحليه، واذا كنت مسافرا تريد ان تحصل على دولار او تصرف دولار يؤخذ الجواز، وهناك إجراءات وقيود موضوعة. هذا طبعا كل الدول ماشية بيها، عدد الدول اللي هشة اللي بيها عملتين واقتصادها غير قوي. هذه الإجراءات هي إجراءات معمول بيها دوليا لحماية اقتصادياتها من جهة، وأيضا حماية بنوكها المركزية. في العراق بعد 2003 صار تعامل الدولار كأنما سلعة وليس عملة، بحيث حتى مسألة التجارة والمضاربة بيها والاحتفاظ بالخزين شبه ثقة عالية بهذه العملة، حتى مسألة الخزين والمدخرات اتجهت إلى الدولار باعتباره يمثل حالة من الاستقرار وعدم انخفاض قوة الشرائية، وأيضا العزوف عن الدينار العراقي، وأيضا حتى حجم العملات. لكن اليوم نحتاج خطوة أخرى، يعني دوليا هذا الأمر أستاذ محمد إجابة على سؤالك
معمول به، ومن حق البنوك المركزية أن تعمل والحكومات أن تحمي عملتها المحلية، وهذا طبعا بنود قانونية موجودة وفق قانون عمل البنك المركزي. أيضا مسألة أخرى، اليوم هذا الحجم النقد الهائل يحتاج إلى، كانت هناك خطوات لرفع الأصفار، 3 أصفار، اليوم وصلنا مرحلة هذا الحجم الهائل من النقد والحديث عنه، لو تم رفع الأصفار كجزء، 3 أصفار كان معمول خطوة كانت متفق عليها لكنها معطلة من قبل البنك المركزي، لأن هذا سيتيح لعملية سهولة التعامل. اليوم عندما تقول 1,000,000 ترجع تقول 1,000، فهذا طبعا بحالة من الأمور النفسية، وأيضا يرجع الثقة بالدينار العراقي. طبعا هذه الخطوة لا يمكن أن تطبق في هكذا ظرف، أيضا تحتاج إلى خطوات ومساهمات، لأن لحد الآن نعاني البنك المركزي من تبديل العملة في السابق، هذا يحتاج إلى نوع من التدريجية. دول أخرى رفعت أصفار، رفعت 6 أصفار من عملتها، هذا جزء من حجم الثقة. اليوم كل خطوات البنك المركزي هي لوضع حالة من استقرار الدينار العراقي وإيقاف النزيف، لأن العالم لاحظ، يعني حتى على مستوى البنك الفيدرالي الأمريكي لاحظ أن هناك حالة استنزاف للعملة الأجنبية من داخل العراق، وهذه تمثل ثروة وطنية تخرج العملات دون أن يكون هناك دخول للبضائع. لو اطلعنا على مزاد العملة خلال الأيام السابقة، البنك المركزي وصل حجم المبيعات إلى 250 مليون في اليوم الواحد، يعني كل يومين أو كل 4 أيام يكون المبيعات ما يقارب 1,000,000,000، يعني 250 مليون مليار على مدار 4 أيام، هذه مبالغ كبيرة جدا، واستنزاف حجم التجارة يكون بهذا المقدار. مسألة الطلب على الدولار، هذه الخطوات تحتاج إلى دراسة، تحتاج حالة تطبيق، وأيضا إيمان بهذه الخطوة، ليس خطوة تعسفية أو خطوة معاقبة، إنما خطوة لخلق حالة من الاستقرار للدينار العراقي، وهذا طبعا يأتي من حملات التوعية مثل ما ذكر ضيفك الكريم السيد أريد، أنه يجب أن يكون هناك إيمان، بحيث المواطن لديه إيمان بتطبيق هذه الخطوة هي لفائدته ولفائدة الاقتصاد الوطني، وليس جزء من التعسف والعقوبة، بحيث يؤمن بالتعامل بها حال كل دول العالم. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ علاء الفهد الخبير الاقتصادي، والشكر كثير لحضرتك الأستاذ دريد العنزي الخبير الاقتصادي، ضيوفا كرام. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. أمريكا تمدد حالة الطوارئ في العراق خلال ذروة الاستقرار وتساؤلات عن الأسباب. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، هذا الملف أرحب بضيفي الكريم الدكتور عادل كعبي أستاذ الإعلام في جامعة بغداد، ضيفا كريما في الأستوديو، وكذلك عبر سكايب ينضم معنا الدكتور فيصل غازي مدير مركز العراق للدراسات الاستراتيجية من عمان، حياكم الله ضيوفا كرام. أبدأ مع حضرتك دكتور رعد، نتحدث عن تمديد إدارة بايدن لحال الطوارئ بعد ساعات من تصريحات السفيرة الأمريكية، هذا الموضوع برأيك هل يعكس معطيات سابقة بأن السفيرة تنقل أو تنقل إحداثيات غير واقعية؟ يعني بالبدء تحية لجنابك الكريم وقناتكم الموقرة وضيفك العزيز. أنا بتقديري المتواضع، هذه تأتي ضمن مشروع أمريكي كبير لإعادة، يعني بين قوسين، يعني إعادة هيكلة الأشياء أو الأمور في العراق. الولايات المتحدة الأمريكية بموجب هذا القانون، طبعا هذا القانون صدر بالـ 76 وقانون آخر بالـ 77،
بموجب هذا القانون يحق للرئيس الأمريكي أن يتخذ إجراءات عندما تكون هنالك أزمة تهدد المصالح الأمريكية. ولا أعرف يعني كيف انتبه الرئيس إلى أن العراق يشكل خطرا على المصالح الأمريكية في هذا التوقيت. لم تكن هنالك أشياء جديدة حصلت على أرض الواقع، يعني لا على مستوى المظاهرات احتجاجات ولا على مستوى يعني أزمات سياسية خانقة بحيث تتخذ الإدارة الأمريكية مثل هذا القرار. ولكن في تصوري المتواضع أنه السفيرة الأمريكية لها دور كبير جدا في مثل هذا التمديد، وهي أنا باعتقادي تمتلك مشروعا كبير جدا، يعني وربما هذا المشروع تفاصيله معلومة سواء لدى المختصين أو لدى الرأي العام، يعني تظهر إشارات عنه. وأعتقد هنالك خطوات لاحقة سيتم اتخاذها يعني للضغط على الحكومة العراقية من أجل تنفيذ يعني مثل هذا القانون للولايات المتحدة، مثل ما هو معروف لدى الجميع عندما تتخذ قرار مثل هذا هي ترتب لاتخاذ إجراءات لاحقة تدعم هذا القرار. هذه الإجراءات قد تكون عسكرية وقد تكون أمنية وقد تكون سياسية. طيب مجددا حياك الله دكتور فيصل غازي. هذه الإجراءات العسكرية والسياسية اللي تحدث عنها الدكتور رعد الكعبي، كيف قرأت الحجج اللي تستند عليها الإدارة الأمريكية في هذا التمديد؟ فهي تختزل هل تختزل بالعقبات اللي تعترض إعادة الإعمار، استعادة الأمن والسلام؟ هل كل هذه الأمور هل هي واقعية أم ليس لها أي أرضية من الأساس؟ نعم، شكرا جزيلا وتحية لضيفك الكريم في الاستوديو. يعني هي نفس يعني وجهة النظر الأمريكية عندما تم تمديد القانون في السنة الماضية وفي السنوات السابقة منذ 2003 حتى يومنا هذا. تشعر الولايات المتحدة الأمريكية أن العراق لم يصل إلى مرحلة الاستقرار والأمن، وحتى تصريحات السيدة السفيرة والسفراء السابقين يتحدثون عن دعم ومساندة الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة العراقية نحو استعادة الأمن والاستقرار. والأمن والاستقرار يرتبط في مسألة مهمة جدا تتعلق بالاستثمارات، الاستثمارات الأمريكية أو الأوروبية أو العالمية. عندما يتم الإعلان أن العراق بلد غير مستقر وغير آمن للشركات وللسواح وغيرها، وعندما تحذر الإدارة الأمريكية حتى المواطنين والسياح من الذهاب إلى بغداد فبالتأكيد أو للعراق عموما فبالتأكيد هذا يضر في المصالح الوطنية الاقتصادية العراقية، لكن في نفس الوقت يعكس يعني نظرة سلبية عن الوضع الأمني في العراق. هناك مؤشرات، يعني أتذكر قبل أيام عندما التقى سيد رئيس الجمهورية مع الإمام خامنئي في طهران، والإمام خامنئي أعلن بوضوح أنه يجب عدم إبقاء أي أمريكي أي جندي أمريكي في العراق. في نفس الوقت ظهر أحد القياديين للتنظيمات المسلحة على الفضائيات وتحدث عن المقاومة الإسلامية وعن استمرار المقاومة الإسلامية لمواجهة الوجود الأمريكي في العراق وفي المنطقة. إذن هناك خطاب معادي للولايات المتحدة الأمريكية من بعض التنظيمات الراديكالية المتطرفة، وأنا أعتقد هذا الخطاب الراديكالي لا ينسجم إطلاقا مع مرجعية النجف الأشرف، المرجع الأعلى السيد السيستاني حتى يومنا هذا منذ 2003 اليوم لم يفتي ولم يعطي فتوى للجهاد أو للمقاومة الإسلامية ضد الوجود الأمريكي أو الوجود الدولي في الحرب على الإرهاب. فبالتالي نحن أمام يعني تيارات راديكالية تذهب للتصعيد وبالتالي تعطي فرصة أو تعطي ذريعة للولايات المتحدة الأمريكية نحو استمرار هذا القانون، قانون الطوارئ، وأيضا تعطي ذريعة لإعطاء انطباع أن الاستثمارات في العراق غير آمنة. وأنا أعتقد اللي يدفع ثمن هذا الانطباع أو هذه الأجواء هو الاقتصاد العراقي، لأن العراق اليوم مثل ما يشير السيد رئيس الوزراء في كل تصريحاته منفتح على الاستثمارات على الشركات. التقى قبل أيام
مستثمرين أمريكان وإماراتيين وقطريين ومن تركيا أيضا سعوديين. هذه الاستثمارات دكتور فيصل أن يعني يكون خطاب للتعايش للأمن للاستقرار وليس خطاب صواريخ وعدوان. هي الاستثمارات بحد ذاتها هي صفحة جديدة من الاستقرار في العراق وبالتالي في المنطقة. لما نتحدث عن هكذا استقرار دكتور رعد يعني شلون يعني نقارن هذا الاستقرار بهذه الوصاية الدولية زمنيا؟ كيف أتت حالة الطوارئ والعراق يعيش أفضل مراحل استقرار السياسي والأمني؟ يعني خلينا نكون أكثر صراحة وإحنا نتحدث للرأي العام. أكو منطقين عندنا بالتعامل مع الولايات المتحدة، أكو منطق الحكومة والدولة وأكو منطق المنطق العقائدي. منطق الحكومة والدولة أن تعتبر الولايات المتحدة صديقة، وحتى أما المنطق العقائدي أنا للفصائل المقاومة الإسلامية وإلى حد كبير الحشد الشعبي يعتبر الولايات المتحدة عدو. ولكن السائد على أرض الواقع أنه ما يمثل الدولة العراقية هو الرئيس السائد. هسه بغض كون الرأي العام مع من، المشكلة أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما استصدرت قرار يعني التمديد للحظر، الآن الظروف التي مدد بها الحظر ليس هي الظروف التي مدد بها في العام الماضي. الآن هنالك تصعيد بالخطاب سواء من قبل المسؤولين الأمريكان أو سواء من قبل فصائل المقاومة، وهذا التصعيد يؤدي إلى قضية واحدة. بموجب هذا القرار على الرئيس الأمريكي أن يقدم إحاطة للكونغرس حول تطورات الأزمة، وهو لديه صلاحيات يعني بعيدا عن الحدود والرقابة اللي المفروض عليه. طبعا هذا لا ينفي أنه هنالك فصل يعني يستمر الفصل بالسلطات في عندما الولايات المتحدة تتخذ مثل هذا القرار حول هذا الموضوع. هو لديه موجب هذا القانون لديه الحق في مطاردة واعتقال ومعاقبة الأشخاص سواء حتى إذا كانوا حكام أشخاص أو منظمات أو يعني مسؤولين سياسيين. طبعا بالمناسبة هذا القانون يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ومع قرارات مجلس الأمن، لأن هي يعني هذا التعامل أحادي من قبل الولايات المتحدة ليس له علاقة بالمؤسسات الدولية، ولكن الولايات المتحدة تتخذ مثل هذه الإجراءات ولا يعترض عليها أحد. المشكلة الكبيرة الآن في ظل هذا الخطاب المتشنج، يعني هذا الخطاب اللي المختلف ما بين منطق الدولة العراقية وما بين منطق فصائل المقاومة الإسلامية ولا حد كبير الحد الشعبي، هذا ينذر أنه الأزمة ستتطور حاليا. بموجب هذه يعني أكو سيناريو محتمل أن الولايات المتحدة أما تطالب العراق بأن يقدم الذين تدرجهم هي على قوائم الإرهاب للمحاكمة الدولية، أو تقوم هي باستهدافهم واعتقالهم. إذا قامت بالمنطق الأول الحكومة العراقية أمام خيارين، أما أن تسلم هؤلاء أو لا تسلمهم. والمشكلة الكبيرة أنه أشخاص من هؤلاء يشغلون مواقع الآن في الدولة العراقية في الوزارة يعني في الحكومة العراقية وفي الدولة العراقية، وهم جزء من الإطار الذي شكل الحكومة العراقية. وبالتالي على ما يبدو لي الحكومة ستكون محرجة. الولايات المتحدة في واقع الحال هي تصنف الأجهزة الأمنية والجيش العراقي والبيشمركة على أنهم مجاميع يعني صديقة للولايات المتحدة، ولكن تصنيفها للآخرين لا يختلف، تعتبرهم أعداء. وبالتالي إذا حصلت مواجهة مثل هذه أما الأجهزة الأمنية والجيش والبيشمركة سيبقون على الحياد، وهذا موقف يعني يثلم كثيرا في وطنيتهم، أو يصبحون في المعركة. وبالتالي أنا أتصور أنه الولايات المتحدة إذا لم تستطع أن تقنع العراق بتسليم هؤلاء ستتخذ هي إجراءات عسكرية. مثل هذه الإجراءات العسكرية أنا أعتقد أنه مقدمتها الآن هي يعني إعلان مثل هذا الطوارئ. هذا الإعلان أنا أعتقد هو إعلان حرب على العراق في هذا التوقيت، وبالتالي على الحكومة العراقية أن تطلب من الولايات المتحدة إيضاحات حول لماذا مدد الحظر وما هي الخطوات اللاحقة لكي تكون على بين مما يحصل. لكن لحد الآن إحنا هذا المؤشر اللي تعتبر إعلان دكتور رعد، خلينا نقل إلى الدكتور فيصل. دكتور فيصل، يعني هذا الانتكاس اللي تشهد الولايات المتحدة في العراق والمنطقة، بالتالي هل أنها تبحث عن فرص إثبات الوجود؟ ابتداء أن أنا أتفق تماما مع ما تفضل به أستاذ رعد من وجهة نظر تحليلية مهمة لوجود تناقض عميق بين مؤسسات الدولة، الحكومة العراقية، مجلس النواب، وأيضا حتى السلطة القضائية، وبين
هذا التيار، تيار المقاومة الإسلامية المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس. خطاب هذا التيار للمقاومة الإسلامية خطاب حرب، خطاب مواجهة تحت ذريعة أن الوجود الأمريكي هو احتلال. في نفس الوقت خطاب الحكومة العراقية عبر اتفاقية الشراكة العراقية الاستراتيجية الأمريكية منذ 2008 و2009 نافذة، وإقرار تشريع مجلس النواب المصادقة عليها حتى يومنا هذا، ونتذكر الحرب على داعش الإرهابية. كل هذه المحطات في السياسة الحكومية للسيد المالكي، العبادي، عادل عبد المهدي، الكاظمي، واليوم السيد السوداني، هي علاقة تحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية وتنسيق مشترك وتدريب وجهد دعم يعني لوجستي وعملياتي وغيرها من التفاصيل المهمة. إذا هذا يخلق خلل كبير في صورة وطبيعة الدولة العراقية اليوم وطبيعة السياسة العراقية عبر هذه الازدواجية، لشكل خلل كبير وبنفس الوقت أيضا شكل تهديد أمني لأمن واستقرار العراق. نذكر عندما كانت الكاتيوشا تقصف السفارة الأمريكية، تقصف يعني المخابرات العراقية بالمنصور، تقصف بيت رئيس الوزراء، تقصف مطار بغداد، تقصف أربيل، تقصف سليمانية، تقصف المطار القاعدة العسكرية للأف 16. إذن هذه ظاهرة خطيرة، بمعنى يعني هذه المقاومة الإسلامية تنطي رسالة للعالم أن الحكومة غير موجودة، الدولة غير موجودة، القانون غير موجود، وبالتالي هذه القوى تتصرف كما تشاء وتتبنى استراتيجية للحرب تجاه قوات التحالف الدولية التي موجودة بالعراق بناء على طلب من الحكومة العراقية. إذن أنا أعتقد اليوم على الحكومة العراقية أن تكون شجاعة لمواجهة هذه الحقيقة المرة والذهاب إلى التمييز بين سياسة حكومية تذهب إلى التحالف مع الدول والتعاون والشراكة والتنسيق في المجال الاقتصادي، الأمن، الدفاع، غيرها، وبين تنظيمات مسلحة يفترض أن تخضع للقانون والنظام والقضاء والعدالة. طيب. بدونها لما تبقى لما هذه العلاقة ملتبسة. نعم. يعني حضرتك تريد أن تحل هذا الإشكال وعدم الالتباس في العلاقة، ولكن ألا تعتقد حلفاء العراق. دكتور فيصل، دكتور رعد، يعني ألا تعتقد بأن ما يتفضل به الدكتور فيصل من حل هذه الاشتباكات هي هذا الواقع اللي يجري؟ يعني لما تلعب واشنطن بأوراق الضغط الأمنية، هل هنالك احتمالية، بل حتى أوراق الضغط الجماهيري من استبعدها، هل أن هذا اللعب بهذه الأوراق هو لقبول الأطراف بهذه المسوغات اللي فرضتها؟ يعني الرأي العام لا يقتنع كثيرا بالطروحات الولايات المتحدة وفق مؤشرات لدي يعني، يعني كمختص في البحث. الرأي العام لا يقتنع كثيرا بالكثير من طروحات الولايات المتحدة حول تصنيف بعض الفصائل المقاومة الإسلامية على أنها إرهابية. نعم، لدى الولايات المتحدة يعني تصورات أنها أن بعض الأشخاص قد يكونون بطريقة أو بأخرى ارتكبوا يعني ساهموا في عندما كانوا مقاتلين في تحرير البلد من داعش، يعني ساهموا بطريقة أو بأخرى في عمليات عسكرية هي الولايات المتحدة صنفتها على أنها إرهابية. يعني ما الذي يمكن أن يقومون به عند لمواجهة تنظيم شرس مثل داعش؟ هل ممكن أن يتعاملون معه بالورود؟ يعني يجب أن يستخدمون السلاح، لأنه داعش استخدم السلاح. إعادة الحفاظ على الأرض والعرض كانت أمل مهم جدا لدى فصائل المقاومة الإسلامية في العراق. يكفي أنهم حرروا البلد من الإرهابيين، وهذا ما قالت يعني سوريا منذ فترة طويلة، ما قدرت تتحقق مثل هذا الانتصار البهر اللي الغرب اعترف بأن العراق انتصر على الإرهابيين. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول بطريقة أو بأخرى الآن أن يعني تجعل من القضايا الأمنية في العراق ومحاربة فصائل المقاومة الإسلامية مقدمة للضغط على الجمهورية الإسلامية في إيران، وكأنما هي تريد أن تختبر قوتها مع إيران في داخل العراق. لكن المشكلة الكبيرة جدا الآن هي عندما تتحدث عن فصائل المقاومة الإسلامية تناست أنهم جزء من الحكومة،
يعني فصائل المقاومة الإسلامية الآن موجودين في البرلمان، تلك تائب حزب الله، العصائب موجودين في البرلمان وفي الحكومة، بدر موجودة في البرلمان وبالحكومة، الحشد موجود في البرلمان والحكومة. يعني هؤلاء أصبحوا جزء من الدولة العراقية، وبالتالي استهدافهم يعني هو استهداف بطريقة أو بأخرى للتشكيل الوضع السياسي في العراق وإعادة عدم الاستقرار للعراق. أنا أتصور أن لدينا حكماء في البلد يستطيعون أن يحتوون مثل هذه التهديدات الأمريكية، لكن في كل الأحوال إذا حصلت مواجهة ما بين الولايات المتحدة وفصائل المقاومة الإسلامية، أعتقد ستكون هنالك ردود أفعال شعبية ستؤثر المرجعية بطريقة أو بأخرى على إثارة الرأي العام ضد الولايات المتحدة، وستخسر الولايات المتحدة كثيراً، لأن العراق لن يكون أبداً مثل باقي الدول. يعني لدينا يعني أكو تعاطف من قبل الرأي العام مع فصائل المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي، هذا التعاطف مو أسبابه فقط دينية، لا، أسبابه وطنية، أن هؤلاء هم الذين حرروا البلد من الإرهاب، ومثل هذه الخطوة يعني ستجعل من الرأي العام يعني يكون بصف الحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية إذا صارت مثل هذه المواجهة. نعم، أنا أشكرك شكراً جزيلاً دكتور عادل كعبي أستاذ الإعلام في جامعة بغداد، وشكر كثير لحضرتك الدكتور فيصل غازي مدير مركز العراق للدراسات الاستراتيجية، انضمت معنا عبر سكايب من عمان. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.